السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواكم. أقول أحبتي، ليس عيبا، ما هو عيب؟ ليس عيبا أن تسأل حتى تعلم، يعني الواحد بيسأل حتى يتعلم، ما هو عيب، ليس عيب. ولكن العيب، كل العيب إنه ما تسأل وتضلك جاهل، ما بتعرف، هذا هو العيب. أقول قرأت القرآن عشرات المرات ومررت على الآيات مرات كثيرة وكثيرة، وختمت القرآن كذلك ختمته مرات ومرات، ومع ذلك أحبتي والله لم أنتبه لمعنى فاكهة وأبا، ولمعنى كلمة غسلين وكلمة مبلسون وكلمة حصحص وكلمة دمدم وعسعس وضيزة. كلمة ضيزة، نعم أحبتي، أقول ما معنى كلمة ضيزة في سورة النجم؟ يمكن أحبتي للوهلة الأولى الواحد يتصور الكلمة كلمة سيئة، خبيثة، ما كويسة، وسخة، محرجة، يمكن أن يفسر معناها بأنها القفا أو الدبر أو المؤخرة أو المقعدة أو في لغتنا العربية، وهذا حقيقة خطأ. أقول أحبتي لما يعني ابتعدنا عن لغتنا العربية أصبحت اللغة تبعيتنا غريبة علينا وإحنا غريبين عليها. الله يقول في القرآن الكريم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الله يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فما معنى كلمة ضيزة؟ ما معناها؟ شو معناها يا شباب؟ يا أحبتي عم نقرأ القرآن كل يوم وكل شهر وكل سنة وبنختمه برمضان، ما معنى كلمة ضيزة؟ الله يقول في سورة النجم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالله هنا أحبتي يرد على الكفار فيقول لهم عجبا لكم، تبا لكم، سحقا لكم، أتجعلون لأنفسكم الذكر وترضونه لأنفسكم وتجعلون لي الأنثى ولا ترضونها لكم؟ تلك إذا قسمة ضيزة، أي تلك إذا قسمة ظالمة، هذه قسمة جائرة، هذه قسمة غير عادلة، هذه قسمة ناقصة. وفي الحقيقة أحبتي سبحان الله هذه الكلمة كلمة ضيزة هي أغرب كلمة في القرآن، وليس في كلام العرب صفة على وزن فعلى، وهذه الكلمة غريبة في لفظها وغريبة في معناها وغريبة في نطقها وغريبة في صوتها وغريبة في صوتها، فجمعت أربع غرائب في أربع أحرف، سبحان الله. فسبحان من أبدع وسوى وسبحان من أنزل وأدهش. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وصدق الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.